هارلي ديفيدسون عملت ارباح السنه اللي فاتت بس بمليار دولار. مليار دولار. عارف ايه اكتر حاجه بفكر فيها وانا على الهارلي بتاعي وبجري على الطريق؟ ايه ايه يا ابو علي يا فنان؟ اكيد فيفي طبعا. ولا ايه يا عمي؟ ميه. ما هو يعني انت مستحيل تقدر تقول اي حاجه غير كده. وانا على الروكينج بتاعي طاير على 180 قنبله متحركه الطريق اتجاهين، شايف عربيه نقل بمقطوره جايه من بعيد، بعدي العربيات زي الصاروخ. استنى لاخر لحظه، وفي ثانيه بكون عديت الناحيه التانيه. انا اصلا يا فيفي لسه عامل الاكونت من 3 ايام بس مش اكتر. وبعدين كنت لسه بس انا مايوش عليك، انا مش لاقيك على الانستغرام. بس مايوش عليك بقى لك اكتر من شهر على الانستغرام. ايه ده بجد؟ ايه الكلام ده يا مايوش؟ ايه ده يعني ايه؟ لا دي فيفي بتهزر. لا على فكره انا ما بهزرش ولا زعلت. زي ميدو. انا كل ساعه دي يا بنات المين كورس بسرعه بقى حتو. طب بصي يا فيفي، بصي ما تزعليش نفسك. ايه رايك بقى لو كلنا دلوقتي ناخد سيلفي وننزله على الانستغرام؟ ها يلا بينا. ايه السيلفي ده يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على كده. لا ما تقلقش يا جنرال، دي مجرد صوره. صوره؟ يا جنرال دي صوره بناخدها لنفسنا بنفسنا. بنفسنا. بص يا جنرال خليك انت معايا بس انا هظبط لك كل حاجه. لا ما دام انت اللي هتظبط كل حاجه يبقى كله تمام. ايه ده يا ابو علي ده اهو، خش معانا بقى ابو علي في السيلفي الحلوه دي، يلا بينا.